بسم الله الرحمن الرحيم. وأحق الأولياء بالتزويج أب فأبوه، فصائر العصبة المجمع على إرثه كإرثه. شياطيني واليكان عظيم يا وسام، شياطيني واليكان ده حق بالتزويج كتك يعني حبيبي كام يعني لا يا أخي لا هناك يعني بو تزويجك يعني أو يعني قال له مو يعني فاتر مستحقة هذا جاي أول حبيبي أحق أنا مستحقة. أبون فأبوه حبيبي باوكي تي باشان باوكي باوكي حبيبي وإن على هرسن برارو تريج بروهوانيا مثلا باوكي 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 بو لأن لكل منهما ولادة وعصوبة حبيبي شن هيك لمعنى حاولي تباوكي تباوكي باوكي حاولي شنو هل يقل معنى ولادتك تكيان هي حاولي ايشي وعصوبة نسبك تكنت حاولي ولأقرب وعصوبة وهل يقل معنى خزمي بشتيك تكيشن عصوبة ومعنى حاولي ميلاتي بها بمعنى يعني خزمي خزمي بشتي حاولي جاء أصحابي ولاد ما موسى لم خلا لم حشاء فلمي وأحق الأولياء بالتزويج وأسباب الولاية أربعة أبوته عصوبته ولاية وسلطنة حبيبي جاء فقدموا على من ليس لهم إلا عصوبة حبيبي فيش خلاونا معنا باو باو فيش خلاونا لسر كسك كوا ليس لهم حبيبي بويا النية إلا عصوبتنا به حبيبي إلا بعصبة قرينة به وكبرا وكما حبيبي يسبرا فخذني عصبية حبيبي يا مام أما أنا خذني بشتيم ولادتي النية حبيبي شو شكل لغانا نبوة ويقدم الأقرب منهم فالأقرب عشان ايش خراوة حبيبي نزيك لم خزمانة بسر دورك يعني حبيبي يعني مثلا يسب باوكي كشكا ايش خراوة بسر باوكي باوكي كشكا حبيبي حبيبي شو نقصة اقرب لمعنى فالاقرب فسائر العصبة المجمع على ارثهم حبيبي باشان باقي خزمكان حبيبي أو خذ مع عصباني كإجماع هاي لسا إستبرنا كيان حبيبي أكو برا وكو مام وكو عموزا حبيبي أوانا نك ذوي الأرحام مشتاه شون ذوي الأرحام عصوبة النية حبيبي من قولي الراجح أبطا قولي مرجوح في واية قولي مرجوح هي ك ذوي الأرحام يشي في عصبية وقولي كمرجوحة حبيبي إذا عصب لك من نسب وولاء حبيبي يعني تعصبك عصبي نسبي حبيبي وكو أخو عم تعصبي ولاء حق سفر استهاتي وكو مثلا معتيق حبيبي زي ما كان من نسب زن يعني شي يعني عصبيتك بنسب يا أبو بيت يعني بحقي ولا حبيبي جاء ترتيبي أمانة أم خزم عصبي أنا حبيبي خزمي بشتيم حبيبي ترتيبي عن لتزويج عفرتك كإذسهم حبيبي ترتيبي عن وصل ترتيبي إذبرنك يعني حبيبي بس ترتيبي لك كتك إذسوان هربا وترتيبي شعب كتك تزويجك أي كترتيبي إذسهم فيقدم أخ لأبويني مثلا حبيبي ثم لأب مثلا أخي لأبوين باوكو دايكي فيش أخي لبصر أبي
أخي باوكيا حليبي، يا ثم ابن أخ لأبوين ثم لأب حليبي. مثلا كري براي دايكي باوكي فج أخيري بسر تيا برازايكي باوكيا حليبي. على إيش شهر واسع حليبي شنو؟ وإن سفله حليبي حتى نسلك لك برا خاطري شو كيتو حليبي. مثلا ابني اخي لابوين في الاخير بصير ابني اخي لابا حاول يعرف مثلا. ثم عم ثم ابن عم فاشان مامتي كما رايك فاشان كرم مامتي كذلك يشبه من شيء. يعني مثلا اذا مامتي دايكي باوكي في الاخير بصير مامتي باوكي حاول يعرف. نعم بلام او نهايه لو كان احد العصابه اخا لام حاول يعرف، أو كان معتقا واستويا عصوبة قدم حبيبي. أذا جاك العصبة كان حبيبي يسأل أبيني أما أفرد دودان خزمي عصبي هي حبيبي. والله أبيني يكي لم عصبانا حبيبي أخي لأمي شه. يعني هرشوني أموزايتي حبيبي، هرشوني أم كابرا أموزايتي كري ماميتي أخي لأمي شه. يعني بلاي دايكيتي برايتي براي دايكي براي دايك يعني هم أموزايتي هم برايكي نخاوة أخي لأمي يعني براي دايكي حبيبي. إذا كبرايك يا أبو براي دايكي حبيبي أخي لأم حبيبي أخي لأم حبيبي. شو أنا زين شو أنا هو براي دايكي شو أتكلم زين شو أنا. مثلا إذا جنة هي شكر وسا كيف جن جنة هي شكر وسا هي ولا كيف خير برايش وكي وانية شكر وسا برايش وكي وانية لبراي شوكي حاليبي كريكي بو ديسي أم كرة بالنسبة كشكي وانية هم آموزايتي هم برای کی دایی کیشه؟ وانی از تو دانه عصبایی، لام کابرا کوبوز حالی بی، با و اعتبار که آخرتی نه تو این تزویجی که حالی بی، جاتا ماهی نیکن. فمن لو كان احد العصابة اخا لام، اخی کام، یعنی هر چونی مثلا از آموزایت اخی لامیش بو، یعنی معتقی بو، آموزایت معتقی شدی، سیدی بو حالی بی، واستوی عصوبتان حالی بی. ومساويش بون حاليبي مساويش بون لعصبة قرية حاليبي من الدرجة كي مساوية بون واستويا عصوبة مثلا. يعني هل بي كان فازن ابن عم بون حاليبي او قدمة حاليبي. يعني براكة تزويجية ثوانية ها أخوي إذا تماشى أبيني مثلا كابرا دودان عموزاي هي دودان ابن عمي هي هذا والله ابن عمك يعني هشون ابن عم برايكي دايكي شيء أو يعني تجي أخير ثانية يا أبين دو دان ابن عمي هيا بلا أن شوين دانيك ابن عم معتقي شيء أو ما عليك حاضر واستوي عصبة يعني العصبة جاية وكويب يعني هذا جنها ابن عم حاضر هذا جنها ابن عم بلا أن دانيك يعني مزيتي كي جاتري هيا أبين يعني براي دايك يعني معتق حاضر شو أنا بلا فين واستوي عصبة يعني أجر هات العصبة جاية وكويب نبون. مثلا أبيني أم كابرا أم كتا ابن عمي كي هيا لولا شو ابن عمي كي هي او هل ابن عمك في جنب او حبيب يا وسيم هاي شو انا
ثم معتق ثم عصبته بحق الولاء وانيا فاشان معتق كان حاولي بي يعني كابرا هذا مثلا عصبين سبينه حاولي بي فاشان عزاد كريك تكي دوم عليك اگر معتق كان بابو سيدك حاولي بي عصبته بحق الولاء فاشان عصبقي عصبي معتق كان خذ مكان حمزة كري معتق كان عليك باو كي معتق كان عليك بحق الولاء شنك حق ولا يعني اخو حق ولا سلاسك باوي امر أصلته المعتقي كيبوه طبعا كمعتقك إنما لا معتقك إنما ولايتك سرايتك وأني أنت خاطرك أبو لايك ركيب يا باوتي كترتيب في الإذن وأني وكو ترتيبك وشو لا إذن حاليبي ويسي شهر وثاني مثلا كمعتقنا ما أبو يسي لي بوامنا وثاني يسي لي حاليبي وتقدم بيانه في بابه هني يا مثلا إذا ولو حاشية فلمي واستوي عصوبة حريري تقريبا شيء ولو كان أحد ابن الأمي أخا لأمي والآخر ابنان ها ولو كان أحد ابن العمي أخا لأمي والآخر ابن أجر يكلك رعى مزعتاني دوداني ابن عمي هي حبيبي يكي لك رعا مزاكاني برايكي دايكية اما خواه ذلك شو يعني الله ابيني او كان شيئتي او كان كري خويتي يعني هسوني امزايتي كري شيئتي ايما شو يعني نعم ابيني بابا يعني ما مكي بحوا جماعي لقل امشاة كدوا شي براي خوي لك شبراكي خوي منعلي كيبوه حبيبي لأمنع لك لم كتب على بابوات الشبهة هم كري خويتي هم أموزاشيتي أما كري ما ميتي ابن العمة شون لعمة كيف هو بلن بحالة بواتي شبهة حاليبي إذا دود أنا أموزاي هيا لكي كان ابن عمة أخي لأبي شيء أخي لأمي شيء لكي كان ابني ابن العمة كري خوشيتي كامل أن تدريجي كان قدم الابن حاليبي ابنك كواهم أموزاي وهم كري خوشيتي أو ما عليك بقول لأن البنوة حبيبي لأن البنوة عصوبة حبيبي شو البنوة عصوبة حبيبي خدمي فشتية فاجتمع فيه عصوبة دول أنا عصبة ياكوب وتو حبيبي أخو أخي أو أخي شي ما موسى أو أخي دايكي وأخي دايكي عصوبة نية أخي دايكي إرزنابة عصوبة نية حبيبي بخلاف الأخوة للأم فليست عصوبة هذا يشوف نعم صح؟ هذا الأرحام مشتية. هذا يشوف نعم؟ فليس عصوبة. إذا فالسلطان نعم صح؟ فاشان سلطان. هذا كبر مثلا أبني هيك كسيكينا ما هذا هيك كسيكينا ما أبنا معتقي هيا بجنة ولأقربها نول أبعد. حتى هذا ولي أبعد بو أو أنا ما أعرف أنا سلطان حاكم حبيبي كذي كنا ما هذا فيزوج من في محله فيزوج من في محل ولايته بالولاية العامة وأني هو السلطان ما رأيك كذا وحال محل ولايتك يا حبيبي شو أنت تصرفاتي خويا وأني ما رأيك بولايتك عام بولايتك عام كهاتي هذا يعني تزويجك أكبر ولاية خاص مي حلوي لو اعتبارك ما تصرفاتي عامي هي بس الخلطة لو اعتبارك واتواني بلاهينك تزويجك حلوي شو نعم جاء فالميل لنقو على فالسلطان نعم لو كان الحاكم لا يزوج إلا بدراهم لها وقع لا تحتمل مثلها عادة كما في كثير من بلادنا من البلاد في زمننا اتجه جواز تولية أمرها لعدل مع وجوده حبيبي هذا حاكم كما علينا أكل إلا بطاريك وانا لتوابك سكسنجنيك حبيبي دغاي طاريك فيليك كعاظا أو طاريش تحمل ناكريك حبيبي أو اتجه جواز تولية أمرها كتفأت واني كالباري خوي بس بيرك وحرارك بلين فيك عاظا حبيبي بلين عاظريك برواه هرجا حاكم شهيم أخيك بعد السنة ولا يزوج ابن أمه وإن علت ببنوته حبيبي
يعني كورنات واني دايك خوي ماركا وإن علت هسن دايك كيف بلا وجود بروح هذي رب النوات ناس واني ماركا بكوريتي هسن دايك كيف مثلا بلا وجود بجن دعوة دايك دايكي هذي كورنات واني دايك خوي ماركا بولي لأنه لا مشاركة بينه وبينها في النسب هذي شو مشاركتك لبيني كركا ولبين دايك ثانية لنسبه هذي شن او دايك بولاي باوكي خوي نسبة ادري ام كويشة بولاي باوكي خوي نسب ينجي عليك حاضري او كنشي كابلايك او امش كوري كابلايك ترى وانيا شريك نيان للنسبة بل اخو دايك دي بلان خوك للنسبة اجن كوري باوكي خوي كتي باوكي خوي حاضري للنسبة يقنين يقنان دمنا زين شونا شن كور نسبة هن باوكي خويتي حاضري نسبة بلا باوكي خويتي بس كوابو فلا يعتنى بدفع العار عنه هذا بي شهادة قرب الجبراء من دفع عيب أكمل الناس بدايك من الناس بقول بس ده إذا مشو أما عارك إذا قرار بروك أكمل الناس بدايك من الناس بخم من بمتز بجد دفع أم عيب عار أكمل هذا بي لأن ناموس بارزي أكمل هذا بي اعتنى بمناكري هم دليله فلا يعتنى هذا بي يعني اعتبار بمناكري كوا أم قرار دفعي عيب جان عارق أكا لنسبي دايك عنه عنه لنسبي يا نسبي خويا نسبي دايك هاولي بين نقول عن النسبي يعني لنسبي دايك يعني لنسبي خويا دفع كاتو هاولي عاد دفع كاتو هاي ما حاولين في الانصة هاولي ما تكون حاولي وزو ولا يعطنا بدفع العاري عنه دان ينجي يعني اعتبار بوناتي سواء او كرة أنا سبي خيان ذلك هذه أجب التزويج كم قبيحة بل يزوجها بنحو بنوبة عمين هذه بلان قر أتواني ما ذلك هذا قر كم مثلا أمزعج به غاب بنوبة بهين عميتك أتواني ما ذلك هذه تزويج أتى بنحو بنوبة عمين هذه بنوبة عم بنوبة عم يعني هم كريتي هم بنوبة عم يعني بمنداوبوني مامي يعني بمكة آموزايتي حاليبي فبنوبة عمية بنحي بنوبة عمي كولاء وقضاء مثلا كركي حقي ولايتي بيدا سداشك ايو مثلا معتقيتي حاليبي معتقي داشك ايتي ببنوبة خوي بصير في اوك كريتي ناتو يعني تزيش كبه اعتب على حاليبي فان شو المعتقي داشك ايتي هذا كيدا هكيدي أتواني لو اعتبار مثلا أبي أم أخذ نادي مثلا أبي أم دايك عبدي كابلاي هو جاري هذا أبي هذا أم عزاري كده أبي قال أنا تكابلاي دايك هذا أبي ما تخيتي أتواني يا وقضائي هذا أبي نحفي عمي يدو كوشي بنوبة عمي وكو قضاء قل هي قاضية حاكم كذا ولاتي كان حاضري بوا اعتبارات تصرفاته هي يعني تصرف عامها إلى أمور هذه خلقة بوا اعتبارات وين ذلك يخي مالك حاضري ولا تضره البنوة إذا بنوتك كريتك لتملم ولا ولم تزوج مشتنا حاضري أو فرعها يا ثاني فرعون أيوه سيري مثلا إذا عدم السلطان بمحل أقل شوني كان حاكم له لزم أهل الشوكة الذين هم أهل الحل والعقد ثم أن ينصب قاضيا وتنفذ أحكامه للضرورة الملجئة لذلك أقل شوني كان حاكم له أهل الشوكة أردت مقامات من قناتها حبيبي كاربادتي خلق لو شوينها ثم قاضي أبو خاندان حبيبي وكان حكمي دانا وإذا أحكامات مثلا أحكامات الزواج يجب كان يجب لو قال للقاضي إذا فتسب قاضي بيجي إذا ما حاجة وقال قاضي بيجي وقاضي أبي غائب هذا لي باوكم ديرو كفتوة تومية لبعنا وقموا وأنا خلية عن النكاح والعدة نشون كردوا ونهام لعداو فلو تزيجوا هذا هي تزيجوا كما هيك والأحوط إثبات ذلك
هذا بي احتياط وياك بي أو قاضي لما بدأ احتياطك بوقفت بين توجنه أو طلقني زوجي أو مات لم يزوجها ولان قبل إطلاق ميدا يعني مردوانا بتزويجك حتى يثبت ذلك تاوك إثباتك هذا بي وهذا إذا عينت الزوجة وإلا زوجها إذا وقفتنا ولا يزوج ابن أمه أما كد قرنات من دائك يخيم ربك أفني خلافا للمزني ما موسى مع الأئمة الثلاثة يعني أوثق مذهبهم الشافعية بخلاف رأي إمام المزني أو أئمة كيده وأنت يعني ولا تقرأ من دائك يخيم ربك حبيبي لما زي فقه شافعي ما تقرأ حبيبي حبيبي شو يا موسى جاء وقيتك ولا تضره البنوة أن لأنها غير مقتضية لا مانعة حبيبي شو البنوة مقتضية حبيبي شو يعني مقتضية يعني شيء يعني حقي تزويجي في ثابت ناي حبيبي يعني حقي تزويج ثابت مقتضي نكاحني مقتضي تزويجني يعني حقي نكاح حقي تزويج ثابت يعني بيجين كوريا كان دعوة تزويج ناقة مختزين يعني ناقة بك بيجين مانعة مانع نية هذا ما مصر حقي تزويج ثابت ناقة يعني مقتزين نكاحني حالي يعني ناقة بك بيجي ولا مانعة هذا ما مصر شو مانع نية فهذا محاشية فهم لأنها غير مقتضية فهو من باب المقتضي وغير المقتضي فيقدم المقتضي هذا يعني أما كأم بنوته أما لم بابتاني كآية مقتضية لو قضيجا مقتضينية كشكوا لما حاضري كشكني لما كآية وكم مانع يا مانعني مقتضية مانع الشيء حاضري كشكوا لما سؤالك لما مدرح أبيب كآية مقتضية يا مقتضينية فيقدم المقتضي مقتضي في الكاري حاضري ماذا نعم صح حاضري وليس من باب المقتضي والمانع لأنه لو كان كذلك كنت أقل وهاب وعي لقدم المانع مانع كفر يقبص المقتضي كا فلا يزوج حينئذ الابن حاولي لم كانت قرنية كان ذلك في مالك هذا مانع وعي حاولي وإنما كانت البنوة غير مانعة وشي بنوة مانعية لأنه لا يصدق عليها مفهوم المانع هذا يجب أن نقول مانعني لتزويج مقتضين يعني لا مانعني في المفهوم مانع ما يجريك وهو وصل وجود ظاهر منضبط معرف نقيض الحكم يعني وشي لأن البنوة أمر اعتباري لا وجودي يعني أنسى شنك تعريف مانع يجي وصفه وجودي زي بنوة يا أبوة أمان وصانك اعتباري وجودي عظيم بل مشتكي اعتباري جنية ودخل لجنة الجامعة وانا فاني تعال لجنة الجامعة فأبوتها بقتل اشتغل مشتكي واحد مشتكي واحد عظيم بيان ستان جوهي كان فاز مقتزين يا بوت هزيش حالي يا إمام صح كولا بيجد خو كر بلغي مثلا بحكم قضاء وزولاد مالي أتا الكربونة في شيء فيها كي أو كربونة ذاتما لو ماريان أو لو تزوجنا ذاتما لو تزوجنا هل أتواني باكر شيء حتى ما عليك أولا بجهتي كتير ما عليك الدول ما يعني جاء ويزوج عتيقه امرأة حية من يزوجها هذا يعني أفرمي تزويجي أتاع آزاد بوي آفتك زندو حالوي آفتك هيا جنك هيا السيدة تو زندو أخوي حال أخير حياة حالوي أم جنة السيدة يو زندوشة أبين عتيقيك هيا عبدك جاريك آزاد بوي هيا أو جاريك أبي مالك خوشك بخينا دواني وأن يكسر تزويج عبدك أتاك وآزادك دكوا خوي تزويجك شكسك خودي جنة السيدة تزويجك باوكي حاولي جاء فقد ولي عتيقها نسبا حاولي بوشة ولي عتيقتك حاولي
ولي عتيقة تجا مثلا طالب باب مثلا أو عز وزهلك أو عز الكراوة أخي كسينا معاته أخ ما عليك باب كنا معاته جد جدينا معاته على ولي نسمينا معاته زين شو نه زمان كوا ولي نسب يكاني مفقود حاولي يبي كيف تزوج يكان من يزوجها أولي كوا أفرتك سيدة كتزوجك حاولي يبي بالولاية عليها حاولي يبي بوشي أو تزوج يكا بالولاية عليها شونك ولايتي هي بس عتيقتك هل شون ولايتي هي بس سيدتك ولايتي شي هي بس عبد جاري آزاد بوي آزاد بوي سيدتك حاولي يبي أصل أصل ولايتي بس كي هي الأصل ولايتي بس بجم كشي خويا هي حاولي يبي ملام إيسا ولايتك بتبعي كشكي خوي حاولي يبي أوجي أكريتو حاولي شونا تزويجها بالولاية عليها بم جلش ولايتها بسريا تبعا لولايته على معتقتها حاولي يبي فتبعي مك أم كابرا ولايتها بسر آزاد كري عتيقتك شو ولايتها بسر معتقتك ولايتي شهي بتبع بسر عتيقتك حاولي يبي فيزوجها أبو المعتقة ثم جدها بترتيب الأولياء تزويجها أو عتيقتها باوكي معتقتك ينباوي بترتيب أولياء حاولي يبي ولا يزوجها ابن المعتقة كري معتقتك نهت أن تزوجك حاولي يبي حاولي يبي شونا أدواء بسنة حاولي يبي إذا دولا نشد إسيسنا أكاتو لغلانا حاولي يبي أفني وما استثني من طرد ذلك حاولي يبي وما استثني من طرد ذلك طرد يعني سورة خدي عبادتك حاولي يبي همان خدي قاعدك أخوف المهم من يزوجها حاولي يبي أو لو قاعدة لو عبارة لو صورة تشتك استثناء بيته حاولي يبي وما استثني من طرد ذلك وهو ما لو كانت المعتقة ووليها كافرين والعتيقة مسلمة حاولي يبي حيث لا يزوجها حاولي يبي أخوتي تزويجي أكا فسكرا ولايتها بسر معتقتك حاولي أعلم صورته اشتك استثناء بيتك ويشيه وهو ما لو كانت المعتقة ووليها كافرا حاولي شونا معتقتك ووليك كافرا ولانك تعتقتك بوخ المسلمانك أو ناتو أن تزويجيك حاولي بو حيث لا يزوجها ناتو أن تزويجيك أيك تزويجيك السلطان حاكم تزويجيك حاولي فاز أمل للترب يعني للصورة عينية خد أو عبارة أما استثناء كراوته ومن عكسه يعني ما استثني من عكسه لعكس عبارتك إيش ها عكسك يعني بكيت النفي هذا يبي عكسك يعني بكيت النفي يا أخواتي تزويجي أكا وانيا أما للصورة تزويجك صورة كمان استثناء كراوته وكما لك أن تزويجك للصورة وانيا ومن عكسه لعكس قاعدتكش لعكس قاعدتكش اشتك استثناء تراوض حاولي يبي شون عكس قاعدتك او ثاني كوا نتوى ان تزوجيك عكسك او ثاني كوا نتوى ان تزوجيك حاولي يبي ما لو كانت المعتقة مسلمة اما كمعتقتك حاولي يبي جنك بوخي سيدك مسلمانك الآن أبيني وليكم عتيقتك كافر أو حيث يزوجها لا عكسك وثانة أن تزوجيك الآن لو نتواني نشتك استثناء كراوتك وأتواني أبي وثاني كأبو خير مسلمان بلان ترفا كان بخان كافر أولا سوتا شون كي هاو مذهب هاو كيشن أتوى أن تزوجيك وانيا معلوم من اختلاف الدين الآتي في الفصل بعد وحاضري أم دولان سورة قرأة استثناء ممكن وانيه أم دو سورة أما أن ربطيان بإخلاف دينه وهي معنى يعني أظهر دين لإخلاف دينه حاولي يبي شون دولات بحثي أم إخلاف دينه وانا أتا كي أتوان كي تزويش لكن أتوان حاولي يبي كإختلاف الدين الآتي في الفصل بعده حاولي يبي يد لفصل دوائن قرأة بحثي موانعي هنا ولاية لفصل كان بدأ أن تصلع ما حبيبنا إجا
تزويجي أكا كسي كوا معتقة كي بتزويج كمانية وإن لم ترضى المعتقة هج المعتقة كي رعزين يبا تزويج كي عظيم بي أن الرعزين يبا وكباو كي تزويج كا عظيم هج سمع عزيش نبي إذا ولاية لها عظيم بي شن أو آفرت أو معتقة يسا ولاياتي كيني عظيم بي أن أول جي حقي لحواتي مي زين شنو أقصد يعني با إذن إجناء تباوكي حبيبي با أقر راز إجناء إذن تباوكي باوكي هل أتواني إجناء شو ملايات باوكا كيت حبيبي بلان كتكوان يجو أما العتيقة فلا بد من رضاها حبيبي عتيقة فيها كيف دواكا تأخوي الرازي به حبيبي إذا فإذا ماتت زوج العتيقة من له الولاء حبيبي الموسم أجر هاتو أجر هاتو امرأتك حي وحبيبي أجر هاتو أو جنك وأعزاز كري عتيقتك وخي حي بحبيبي لكاتي حياتها لا أجر هاتو معتقتك مردبو فإذا ماتت حبيبي أجر جن معتقتك نمابو زوج العتيقة من له الولاء حبيبي تزويجي أو عتيقة أتا أو جاري آزاد وكيف كيف تزويجي أتا فسك حق الولاية يا بسريا حبيبي من عصاباته حبيبي كيف تزويجي أتا فسك حق الولاية هي لك من عصاباتها لعصابات معتقتك حبيبي لعصابات معتقتك فيقدم ابنها على أبيها حبيبي أقول لهم كاتا إيه تتوا شابك ابني معتقتك فيش أكيد بسيب باوكيا لبلا أقل خوي لكاتي حياتها بوايب باوكي مالئك ابنك أنا أتواني ولكن أخوي نما وطب كركي فيش أخيه بسيب باوكيا حبيبي شنو موسى أقول وقت الإنسان أمرت موسى فقد إستكيني أكا وارثين أيضا ولايتك إيش بإرث بإرث أيضا ولايت حبيبي ولايت ولايت وسمى موت حاليبي ايشي كركي والا بيشو لبردني ولايتك حاليبي تاوكو باوكك حاليبي يعني حق ولايتي افرتك سيادة السيد بني افرتك انتخاب ثلاثة بولا كركي حاليبي او بشي زورت لي اكمي زاني ويوكو كركي اكوا بيشكي بس الباوكيا ويزوج السلطان زيادة على ما مر إذا غاب الولي الأقرب نسبا أو ولاء مرحلتين أو أحرم أو عضل مكلفة دعت إلى كفء حبيبي بزيال أو بحثاني بشي السلطان ما رأتات حبيبي آفتي مكلفة سلطانك وتزويجي أتا إذا غاب الولي الأقرب حبيبي أجل ولي أقربك شكا غائب بيت يعني دولة كفتويته حاضري نصبا أو ولاء يعني ولي أقربي نسبي حاضري مثلا بجن باوكي يعني براكي يعني مامكي يعني ولي أقربي ولائي أو أنك ولايتي يعني هي بس يعني معتقة تكي مثل إخواني معتقة اشتكي نماوته حاضري قنبول بجن يعني لا حضور كفتونته مرحلتين يعني دولة كفتونته بأن زيد مرحلة قصر عليه بأن زي دو مرحلة تاني قصر خلندن عليه بي تبيج النواحي اللي مثل هالشي عليه بي أجل هات وجهت دور قصيته بأن زي دو مرحلة قصر خلندن أو أحرم يعني إحرام أبي أو عضلة عليه ما موسى يعني منع كاتو ممانع على تزويجك شكا أي منع دون ثلاث مرات ها منعك حبيبي منعك الزبد ومنعتك الزبد لتزويجك شكا لو كبيدا وشو كم تل سبع حبيبي رأي دورة شو سلاي وكما تزويجك أبو أو كابلا كابلا كش كفء أم هل نعك حبيبي يا امرو يا خاتب يعني يجي خلينا يجي ما رأيك امرو بياني بياني سي مالينا كايجي ولا مانجيت حبيبي أو يا خاتب سيكا كم تل سيدفع هم منعتك الزبد شون أقفت تل سيدفع ممانعتك الزبد شون منع عزل قناعي صغيرة دوامي لسه تغيير أبيت كبيرة ولي كفي فاسق أبي كفي فاسق بو إتر أو كاتو ولي أبعد ماري أكا حاضي بي ولي أبعد حاضي بي الله أبي كم تلسي بعد
منعي كذبة ممانعات كم تل سباء والسلطان عليك مكلفة بعد إلى كفء تزويج أو آفة مكلفة يا أتا كوا أو آفرة دعواي تزويج أتا لكفء كي خوي يجبون دون أو كابلا كابلا كيش كفء حاولي بي يا تنفذي كي خاصة قالي هاتو هل هموشان كفء حاولي بي قرأني أشتك هل معين بي يجبون دون أكيك حاولي بي ولو بدون مهر المثلي يعني حتى أكساك راضية بوك بكمت إلا مهر المسج معنا بكي لكفء بي حاولي بي يعني بكمت إلا مهر المسج أشناك أكساك راضية دعواءك كتزويج يمكن لكفء بكمت حتى إلا مهر المسج أو هنعك حاولي بي أو من تزويجها به حاولي بي أو متعلق ومنعه يعني منع من تزويجها به وما نعت أتى لو كفتك يخل تزويجك به لو كفأه هذا ما موسى جاء كسلطان مارئك سلطان بشي مارئك بولايات مارئك بنيابة باوكي يجي نيابة عنه هذا بنيابة باوكي يعني وليك مارئك هذا يبوشي بولايات ناتواني يجي لبقائه على الملايات شون باوكك يخل وليك ما وصلت الملايات هذا يبي لو لا ما كوتوا هذا ايش انا ما هذا ايش انا ولان التزويج في الاخيره حق عليه هذا بي بو يتزوج سلطان نيابتيه چونكي بشودان يكتب له صوره اخرى من كاك عقلك يا حق ثلاثه ولاقرا حاولي خواني بيجي لو كسبي تو يعدم بوبيان لا حال إحرام ينشتكي حاولي نية لو ضرورة لا حاول لو يا ممانعتي كده حاولي شون حق تزويجك هل هي بس الباوكك وحاولي بس ولي أقربك فإذا امتنع منه كولي أقرب ممانعتك بامتناعك للتزويج وفاه الحاكم حاكمك وتزويجك جيب جيأكاد بخلاف ما إذا بعد إلى غير كفء حاولي وفي شغاني أبوك أغر هاتوك سكت دعواي تزويجي كل غير كفئك أو باوك أتواني ممانعتك شونك هاتونك سكا شريك لكفاءتا باوك يعني باوك كش حق كفاءتي هي باوك أتواني بجبران رولا كوشو باوك كفئك حاولي حق كفاءتي هي تاوكو كفئك فلانوي أو أتواني تزويجينك لأن له حقا في الكفاءة حاولي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لك باوك ولي اخر حق كفاءتي يا حاولي يعني حقي هيك انتخاب كف كالبوك شي خوي ويؤخذ من التعليل انها لو ضعته الى مجبوب او عنين فامتنع الولي كان عاضلا وهو كذلك حاولي لم الا تو اما ولا جريد حاولي الا تكشي وثمان لان لو حقا في الكفاءه يعني ام باوكا اتواني لشتي كان هذا خالطتا كوا حقي وبلوشتا هاوي بي يسال التمتع لذاتك شكانات وين دخلت شال ام شر راضي بشو كاب كابراي كوا حد دمار وشهوتيني شون دمار وشهوت ولذات حقي بيا وكا يعني ولي كي يعني انت وين دخلت قالوا شباب جوا نعبد مشون كي او بيا كي بزلا بيجي ناكواني جماعة قدرة للتجمع شون قدرة للتجمع خو حقي بيا وكا يعني حقي شكا خوي هذاني بس ام بيا وبي هيا وما نعتك لشتك أنا كوا شرع حقي في دعوة كفاءته حاضري بس لم تعلل أول أجيل كوا كفاءته أنها إذا هاتوك شك الدعوة كل كوا نكاحي كان لمجبوبك إذا ترق الدعوة قال عنين شلفتك فامتنع الولي أجل وليك امتناعي كل أو كان عاضلا شرع بعازل دعاني حاضري بعازل حسا وأكل وهو كذلك يعني أما رأيك صحيح حاضري يعني أما طلبها الوعي يعني حكمك هاي ولا حكمك إذا مزراه صحيح أبو إذ لا حق له في التمتع لأن الزاد والجنة أو باوك حقك يعني كنت أخو باوك كنا يتحوصي وكذا لو دعته إلى كفء فقال لا أزوجك إلا ممن هو أكفأ منه علي أبي وبهما نشيبا وليك أبي تعازيل كي أجل هاتك شكا دعوائك إلا باوك كيك وما عليك لكفئك وتي ولا ما رأناكم لا أزوجك إلا لكف إكدبك أو كف الشياطين ولو كف أكيده هذا يبي ما إخاط السريقة هذا ما يبيك ولا بد من ثبوت العضل عند الحاكم هذا يبي
يعني أبي عازل بوني وليك ها زي بلاي حاكم ما صابت بوبيت هذا أبي سبوتي عزلك أبي بلاي حاكم ما وبيت بورك أخي بتوان تزوجك هذا أبي ليزوجة كما في سائر الحقوق ما باقي تجي حقا ثاني شوية هذا كم يعني أبي بلاي حاكم وشتك الصائد وانين ومن خطبة الكفء لها ومن تعيينها له هذا أبي يعني ولا بد من ثبوت العزم ولا بد من خطبة الكفء لها هذا أبي يعني أبي بلاي قاضيك وصابت بوبك وشخصيك كفء أخوات بين ما أفرتك الدواء بوك أم وليا لولاية بخات وعزلك هذا أبي أبي صابت بوبك بوالي من صدا بيارك دار أخوات بين ما أفرتك الدواء هذا أبي ومن تعيينها له يعني أبي بشكل تعييني كفئك بوكا هذا أبي بيجي مثلا زيت دوامي كدو أخواز بيني ملي كدو أريج بانقوازي كاو بانقي كابو لا يخاو إحذاري كاو ولو بالنوعي هل كان تعييني كتكيش بالنوع بي بيجي مثلا مثلا أو كان نفر حول نفر دانا فأخواز بيني لمن كدو فأني أحد بالشخص عيني اشتكى تعيينك بيجي زيت بوا بالنوع بيجي كان كفئي دوامي نعم كدو هذا أبي يعني لازم ناك اشتكى شخصك تعيينك هل بالنوعيش فتتا عينك هل كافية حاولي بأن بناعتون بأن خطبها أكفاء وضعت إلى أحده من جوالس أن كفعي دوان لو خوازميا لو آخرتك بيك أميش دوالك لك وباوكك مالك عليك كيان أبجني كتبي حاولي بي إذا أوتي مرحلتين أو باوك دورة كفتي بتوانية وخرج بالمرحلتين من غاب دونهما أقر هاتو وليك دورة كفتي بكم تلا دو مرحلة ذاك اللي متى دورة كفتوته حاولي بي ذاك اللي منش بلي مزين أو فلا يزوج السلطان إلا بإذنه ناتواني مالك إلا بإذنه وليكن الحاضر نعم إن تعذر الوصول إليه لخوف جاز له أن يزوج بغير إذنه أقر مشكور ومعذور يعني محاوب قايشتن بوليك إلا بترسين أبو هي تزويجك باو كل نشين الحاضر شنو قاله الربياني ومن ربياني فالميدي أما لو عزل ثلاث مرات أقول لك ممانعتي كبه فاتل السيبار حالي أبي كان هابار أما فتها تو الدوائي لك دوك وما عليك وتزوجك لكف أمش النعكة فأكثر فقط فسق في فاسق أبي شن عزل راية دورة أو قناه صغيرة بإسلال لتستغير إنسان أبيت أبيت كبيرة في فاسق أبي حالي أبي في فاسق أبي فيزوج الأبعد للسلطان حالي أبي أو أوكاتا ولي أبعادك وأماريك وتزويجيك حبيبي هذا كلام صار ولو عينت كفئا فلمجبرين تعيين كفء آخر أذا افتكبوا خي تعيين كفئك كيف وتبون در الزيت أو مجبرك بوي هيا كوا تعيين كفئك تبكى يجي والله أفضل عمل أفضل الزيت حاضر بوي هيا وحقه شنو أطمع دخيلة لك فاعتها بولي أنه أكمل نظرا منها وأن يشن وليك نظري بجن فكري كامل تلك لك شكا حاضر أو باشد مصلحتك شكا لنظر هاكري أما غير المجبري ولو أبا أو جدا بأن كانت طيبا فليس له تزويجها من غير من عينته حاضر بلام وليك وغير مجبر بيت ولي غير مجبر باوك وباوك شي بيان باوال اخذ باوك ابي تولي غير مجبر زماني كباك سكبي وجبي واني يعني باوا بيان كان ناتو يعني تزويجي كان لغير او كسيك ابو خيت عينيك حاضر فتعبيري بالمجبر اولى من تعبيره بالابي تعبيري ام بمجبر باشترك اولى تلك تاوكو تعبيرك من هجب اب هذا شو مجبر عن تلك ابا قريتو مثلا جاءت قريتو جاء أو شيء على ما مسا جوا نظم بعضهم الصور التي يزوج فيها الحاكم وانية تقبل لك صورتي كان حاكم أتواني في جمالك حاضر بيجن شمال قد بعض صورتها يجي ويزوج الحاكم في صور أتت منظومة تحكي عقود جواهري حاضر حاكم لك صورتي كان أتواني في جمالك حاولي بي في صور أتت منظومة أو صورة عنك أبا منظومي والد بي حاولي بي كتحكي عقود جواهرك أو منظومة أو تنشي على
تشن مثلا يعني أو منظومة حيوان حكايتي تشن جردن بندي كي جواهري أبي يعني تشنشتي كي جوان يعني وابي أو منظومة تشنشتي كي جوان يعني وابي حكاية تشنشتي كي أبي تشن لوانيكي كي بيجين ياقوتي أوا إذا إذا كان شيء وشين خالقان عدم الولي يعني هي الولي كنا ما بيتو هذا بي وفقده ينقبو بيت بيسألو شوين كوتو حاولي بي ونكاحه حاولي بي يعني خدي وليك لك يتكوى موليتك نكاحك على خوي هذا خدي وليك لك نكاحك على خوي موليتك أما شوين ماكو ابن العم ابن العم مو قال لك شي ما يخوي حال ابن العم كي شي نكاحك على خوي هذا بي هذا شو كان مالك هذا نكاحه وكذاك ده يوشي غيبته مسافة قاصدي حبيبي وكذاك بهم عن شيء السلطان ماري أكا غيبته مسافة قاصدي أجا وليك دولا كوتبي تبع النظام مسافة قاصدي هانية وكذاك إغماء يعني وليك بهوش كوتبي هانية بهوش كوتبي أو ت إغماء إخلاص واتيا يجن أبي شاودي لي بكتا وكتبه هذا حبيبي تضرب جن نقوم بهر هاتو بهوش كوتبي يعني ده كما ولشتا أبو أبي تسلط أمريكا وحبس مانع يعني أجهات وليك زناني كلابيت حبسك مانع حاضري أمة لمحجور تواري القادر حاضري أمة لمحجور يعني جنك أمة تويت أمة تكاش محجور يعني موكي أبلاك محجور به أبلاك واقع خيلة سلة أزاني ممنوع التصرف في الأملاك خويا أما تجهل جزء موكا ونات واني ماريكا وصل دام عليك توالي القادر يعني وليك وفلاريبتو هواتي الرايك الدويت توالي متواليبو بيبشويني كان قادر يعني قدتي هي لسا أبطل ماريكا وانمية رايك الدو هواتي وقرزا لها شيء إحرام يعني لإحرام علي وتعزز مع عزله يعني وليك خوي بزل بزاني تعزز يعني في عربي أم كتش ما عرفك تعزوز أكا أكو خانة كان يزو حاولي بي كان عارب ومثلا كتش يخوي عن لغيري خان لغيري بكرة وشتا ما عرفك أبيني كتش يام وقت فندا فهل ما وطو لي خان نعد وقت بيشو بكي بيوا يا مع عزلي هلق الله عزلي كده بيت حاولي بي نبرا كلمة إسلام أم الفرع وهي لكافرين حاولي بي إسلام أم الفرع وهي لكافرين يعني جارية كا إسلام أم الفرع أم الفرع بات لجارية يعني الجارية كان مسلمان بيتو وهي كتابهن كافر بيت يعني أم الفرع يعني جارية يعني أبين أم جارية مسلمانة هاي عبدك بيجين أمتك طبعا هين كيه هين كابلات هي كافر يعني وليه كافرك ولا فعلا تنزويجيك أو أم الفرع كمانية وقيت بيت هاي يعني بام نعلي شينا يعني دايك كوام نعلي بيه منظور جارية كلام نعلي به هاي شيء أم الولد مستفرشة ومعنى والمعتمد أن الإغماء لا يكون مانعا بل ينفضي حاولي أبا بتالا نعم